Zachlub. الكرسي ليش ما كنا نروح على قطعة الأكل؟ لا أنا تعال شوف هنا تعال تعال هنا أقول لك وقفنا مو بيجي شو اسمه شلون داخلين الحالة بالغرفة؟ حالو غرفة غرفة مريضة الحالة غرفة جبوب شوف على ياسر الأرانب وين راحان؟ كان المفروض أصورك ومسكت الشمسية. أكتب حدث في مثل هذا اليوم. سبحان الله. خرجت لقينا بالحار. والآيفون كان يقول 40% مضار. هو 3000%. طبعاً مثل كده يقول لك ليش هذا هو؟ الوكيل هسه مفشوخ. ايش هو هاي صار مستوطع لان انا فوق ال فوق الكراج لا لا هي الكاميرا مفتوحة يعني ما يحتاج يصير مطرقة ويقول غسلة العجوز الشامبو Gracias.